وينضم إلينا المراسل الميداني سيد عبد العزيز سالم. سيد عبد العزيز، بداية أهلا وسهلا بك، وما هي آخر التطورات الميدانية في كافة المحاور إلى حد هذه اللحظة؟ نعم، بالتزامن مع محاولة التقدم الفاشلة في معسكر أو في محور النقلية بالأمس، كان محور الأديار كذلك يشهد اشتباكات منذ الساعة الثانية ونصف ظهرا، وهي أيضا محاولة للتقدم من قبل الميليشيات. وهنا ربما نتحدث عن الأشخاص الذين حاولوا التقدم في هذا المحور، هم عبارة عن أشخاص ذوي البشرة السمراء، ربما ما يقارب عن 15 شخصا، ومن بينهم ربما 3 ذوي البشرة البيضاء. وهم حسب ما تحدثنا مع القادة الميدانيين هناك، قالوا أنهم الثلاثة هؤلاء هم من يأمر أو يقومون بالقادة الميدانيين لهم. كانت وبدأت الاشتباكات كما قلت لك من الساعة الثانية ظهرا، واستمرت ربما 3 ساعات في محاولة للتقدم من قبل هذه الميليشيات. ولكن قوات الجيش في ذلك المحور، محور الأديار، تفضوا لهم وربما قتلوا منهم 3 إلى 4 أشخاص. إنها دائما يتعمد أو تتعمد هذه الميليشيات، أو دائما تقوم بسحب الجثث لها ولا تريد ربما لا نعرف السبب حقيقة. وتحدثت مع القادة الميدانيين، لماذا تصر هذه القوات أو ميليشيات حفتر تصر على إخراج هذه الجثث، ولا نعلم لماذا. ولكن المؤكد هم الذين حاولوا التقدم هم 15 شخصا وذوي البشرة السمراء، ربما هم مرتزقة في هذه الحالة. ولكن قمنا بزيارة قبل قليل، قبل ساعة قمت بزيارة إلى محور الأديار، كانت هنالك ربما هدوء نسبي مع محاولة رمي أو القذف بالهاون. هم يستعملون الهاون في هذه الفترات، هو كما تعلم تحدثنا مع القادة الميدانيين، قالوا لنا الهاون هو سلاح ربما الجبان، هو حينما ينسحب يقوم برماية الهاون. بالنسبة لحصيلة أمس، تم تدمير سيارة لهؤلاء الأشخاص، وقتل 3 أشخاص من الميليشيات التي حاولت التقدم. نعم. طيب عبد العزيز، هل هناك تمركزات جديدة بالنسبة لقوات الجيش لحكومة الوفاق؟ من الاشتباكات ما زالت بين كر وفر إلى حد هذه اللحظة؟ لا، هي ليست كر وفر، هم حاولوا التقدم ولكن رجعوا إلى حيث أماكنهم أو التي تقدموا منها، عادوا من حيث أتوا بعد انتشارهم للثلاثة جثث أو الأربعة، وعادوا إلى أماكن تمركزهم. ولكن لا يوجد كر وفر، قوات الجيش محافظة حتى هذه اللحظة في هذا المحور على تمركزاتهم وأماكنهم. هم يرمون الهاون بين فترة وفترة، ولكن هنالك اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر، ولكن لا تزال قوات الجيش تسيطر على أماكن تمركزها. نعم، المراسل الميداني عبد العزيز سالم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.